بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، هذه انطلاقة شوطنا 16 ضمن انطلاقات وتحديات هذه الأشواط العامة. نذكر الإخوة المشاهدون والمستمعون بالأشواط الأولى في هذا اليوم وفي هذه الفترة الصباحية مع أشواطنا العينية التي قدمت للفائزين بالمراكز الأولى في هذه الأشواط. الضبية هي من فازت معنا بالمركز الأول في أول أشواط اللقاية في هذه الأشواط العامة، وقطعت المسافة في 6 دقائق 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية. ملكها هو سلطان بن محمد بن سيف المنصوري. كذلك نذكر بصاحب المركز الأول في أول أشواط اللقاية القعدان، هو الطليلي المملوك مهير بن محمد بن خميس الكتبي، من فاز معنا بأول أشواط هذه الفترة الصباحية. إذن مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، نذكر بصاحبة أفضل توقيت زمني اللي هي ضبية، صاحبة أول أشواط هذا اليوم مع مخرج هذا النقل الحي والمباشر، من قطعت المسافة في 6 دقائق 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية، سلطان بن محمد بن سيف المنصوري هو المالك لهذه الضبي التي فازت معنا بهذا الشوط كما تشاهدونها على شاشة قناة الريان الفضائية. شكرا لمخرجنا على هذا الإبداع، ومثل ما قال المثل ربعا تعاون ومذل، ونحن نتواصل بالصوت وكذلك المخرج يتواصل بإخراجه المبدع والمميز. نتواصل مشاهدين الكرام مع شوطنا المنطلق، ونبدأ مع المركز الأول الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات. هنا الباز راشد بن سعيد بن حمد الزعبي، من يتواجد مع الباز وسلالة الباز العريقة هنا تتواجد على صدارة هذا الشوط وعلى قيادة هذا الانطلاق. نعم، إنه على الباز المملوك لإنتاج أم الزبار. نعم، نتابع المركز الثاني. المركز الثاني يتواجد نجم المظفر بن محمد بن مصلح الحبابي، من يتواجد على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، ومن يتسلل من الجانب الأيمن المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام، عليه أكثر من رقم ولكن نتابع المركز الرابع. رابعا يتسلل على المركز الرابع، يصل هنا الذهب لعوض بن سعيد بالكيلة العامري، والمركز الخامس وصول على المركز الخامس في هذه اللحظات من محارب لبخيت بن سالم بن محمد البحيح المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في ندائنا الأول للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. ونعود إلى الباز. الباز من يحتل المركز الأول، الباز من يتصدر هذه الجموع ويسيطر على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على الباز وعلى انطلاقة الباز، وأهالي الريان ينتظرون السلامات يا أبو سعيد. أهالي الريان وضواحية ينتظرون السلامات التي ينتظرها الجميع، كذلك من هؤلاء الملاك. يا سلام، أتمنى التوفيق للجميع، ولكن الباز لازال يتحكم في زمام الأمور. يا سلام، الباز مع سعيد مع راشد بن سعيد الزعبي هنا مع المركز الأول. المركز الثاني حامل رقم 88 النشمي، وصلتنا المعلومة عنه، النشمي لسهيل بن سعود بن ناصر العجمي، من يتواجد على المركز الثاني. يا أهل الكويت، يا سلام، أبناء ميدان الشهيد هنا يتواجدون أيضا في صلب المنافسة. والمركز الثالث يصل على المركز الثالث ويتقدم فيه. يا سلام، هنا الذهب عوض بن سعيد بالكيلة العامري، شكرا يا أبو سعد على المعلومة. المركز الرابع يا سلام، يصل هنا شعار بالراية على المركز الرابع في هذه اللحظات. التقدم الملحوظ من معتاد لعلي بن راشد بن علي البريص المري. والمركز الخامس يصل على المركز الخامس في هذه اللحظات. نكمل ندائنا هنا، يصل شاهين محمد بن مبارك بن علي الجربوعي المري، ولكن نعود إلى أبناء ميدان الشهيد. أبناء ميدان الشهيد، يا سلام، الله
سلالة النشمي هنا يسيطر على المركز الأول وينفرد بهذه المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله، النشمي سهيل بن سعود بن ناصر العجمي مع المركز الأول مع النشمي، ولكن تابعوا اللي في المركز الثالث. يا سلام، شوفوا شعار الشامسي قادم بقوة يريد الناموس، ولكن النشمي خلاص انتزع الناموس، انتزع هذه الفرصة وانتزع هذا الناموس الغالي. ينفرد انفراد مشاهدين الكرام مميز ويندفع اندفاع للغاية جميل. يا سلام، 100 متر أخيرة، ولكن الشامسي خطير. ركز يا راع النشمي، مدلل وصل. الله، إذا مشاهدينا الكرام، مدلل يخطف المركز الأول، هزاع بن صبيح بن سالم بن علي الغيلاني مع مدلل، تهانينا على ناموس مدلل. المركز الثاني يصل النشمي سهيل بن سعود بن ناصر العجمي. المركز الثالث مشاهدينا الأفاضل يصل الذهب عوض بن سعيد بالكيلة العامري. المركز الرابع وصل فيه مرحب حمد بن علي بن حمد الفهيدة المري. المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل جميل لعبد الله بن زايد بن منصور الخيري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو مدلل، أتى في الأمتار الأخيرة وكان عرض مقري للغاية وكذلك مميز وملفت. 6 دقائق و21 ثانية، 90 جزءا من الثانية، هذا هو توقيت مدلل. تهانينا والناموس لمالك مدلل على انتزاع المركز الأول. هزاع بن صبيح بن سالم بن علي الغيلاني نهنيه. المركز الثاني يصل النشمي، يقطع المسافة في 6 دقائق 22 ثانية، 43 جزء من الثانية. تهانينا لسهيل بن سعود بن ناصر العجمي، وتهنيتنا موصولة لأبناء ميدان الشهيد. كما نهني مالك مدلل، وسلاماتنا نزفها إلى أهل السلطنة على فوز مدلل بالمركز الأول، و نزف تهانينا أيضا لمالك النشمي ولأبناء أبناء ميدان الشهيد في دولة الكويت على فوزهم بالمركز الثاني. المركز الثالث 6 دقائق 26 ثانية، 78 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الذهب عوض بن سعيد بالكيلة العامري.